كي نقولوا راس عام جديد وكي نقولوا عام جديد زاد نحكيوا علاش عملنا في الاقتصاد عام ناول وش باش نعملوا في الاقتصاد زاد العام الجاي. ناس الكل تنتظر ان توكا. كل عاد عنا ضيوف ثلم ضيوف بحذنا في برنامج كابيتال خبراء في المالية والاقتصاد. سعيد جدا باستقبال في الاستوديو نضال غطاس مراقب حسابات عضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية والكاتب العام للمكتب الجهوي. مرحبا بك. ومرحبا يعيشك. شنو حوالك؟ لاباس الحمد لله. لاباس الحمد لله. شكرا على الاستضافة. مرحبا بك. وانتوكا سي نضال اكيد باش نحكيو على الاقتصاد. نحاول قبل ما نمشيو للريفيو دو بريس ايكونوميك وبرشا مواضيع مهمة جدا الناس كل تحكي فيها نحكيو على عام 2018 سويعات على 2019 نعملو ريكاب صغير كان نجمو هكا نسميه 2018 اقتصاديا في جملة شو نقول؟ 2018 كانت سنة صعبة. أيه. سنة فقدان الثقة خاصة من قبل فئة المتوسطة من أيه. الشعب التونسي وكذلك من خلال المستوى المردودية الضعيفة للشركات الصغرى والمتوسطة اللي هو يمثل النسيج الصناعي في تقريبا أكثر من 80% أو 85% من النسيج الصناعي في تونس. أي يعني معناتها كيفاش كانت الانتظارات حسب رأيك؟ معناتها كانت انتظارات إيجابية لكن فقنا أنه الواقع عكس ذلك. عكس ذلك. وهذا نتيجة للسياسة المالية الخاطئة اللي توخيتها الحكومة التونسية وغياب التشجيعات خاصة لهذه الشركات خاصة وأنه جل الشركات تنتظر إعانة في ظل غياب كامل نجم نقولوا الواقع كامل الانفيرمون اكسترن الكل معناتها لا يساعد أن الشركات هذه تنتج انها تقدم مردوديه ممتازه انها تقوم بارقام ممتازه هذا الكل ما يشجعش وانه باش يكون فما نظره استراتيجيه نظره استشرافيه للسنوات المقبله وهذا من خلال تشريعات من خلال معناتها اجراءات حكوميه من خلال معناتها مناخ سياسي زاد كيف بطبيعه الحال متوازن ينجم معناتها يقدم بالاقتصاد القديم هو احنا لما نتحدث على الشركات الصغرى والمتوسطه نحكي زاد كذلك على نظره استشرافيه للحكومه لانه النظره الاستشرافية تمتد من سنة إلى 5 سنوات وعشر سنوات التشريعات الحكومية هي التي تساعد هذه الشركات على أنها باش تحسن المردودية باش تقدم ومن خلاله تحسن أرقام الاقتصاد التونسي اليوم الاقتصاد التونسي احنا وين؟ لأنه كي نشوفوا العالم الدول المتقدمة أو الدول حتى الدول اللي نجموا احنا نقارنوا رواحنا بها دونك احنا نقارنوا احنا في تأخر وليس في تقدم. أعطيني ملاحظة على 2018 حسن دون الحسن مرضي ضعيف ضعيف جدا ضعيف جدا في الحقيقة سوديسي أول 2018 كان حافل اقتصاديا كان أعطيكم شوية تواريخ 3 جانفي احتجاجات قانون المالية 2018 حملة فيش تستنى و 13 جانفي إجراءات اجتماعية لفائدة العائلات المعوزة والعاتلين عن العمل 17 جانفي انتخاب مجهول رئيسا للوتيكا خلفا لبوشماوي 23 جانفي سحب تونس من القائمة السوداء وضمها إلى القائمة الرمادية للبلدان المصنفة ملذات ضريبية 7 فيفري تونس في قائمة سوداء لتبييض الأموال وتمويل الإرهاب 14 مارس تخفيض الترفيع السيادي موديز لتونس من B1 مع أفاق سلبية إلى B2 مع أفاق مستقرة 23 مارس مراجعة ثانية للفمي صندوق النقد الدولي وصرف القسط الثالث أونفا وقتها 257 تقريبا مليون دولار ماي 2018 فيتش رايتينج تبقي على الترفيع السيادي لتونس على مستوى العملة الصعبة على المدى الطويل عند باء إيجابي مع تغيير لفاق مع مستقرة إلى سلبية 13 جوان الترفيع في نسبة الفائدة المديرية للبنك المركزي 100 نقطة
تولي من 5.75% إلى 6.75%، و28 جوان البنك العالمي يمنح تونس قرض 500 مليون دولار. هذه سمستر الأولى تاع 2018 تبدو حافلة اقتصاديا، فما برشا توترات زادك كيف اقتصادية وانتظارات من موافقة صندوق النقد الدولي. خط نعرف صندوق النقد الدولي هو الريبير متاعنا والانديس الأولاني باش البنوك الأخرى تنجم تعطينا القروضات متاعنا. هو في حقيقة الأمر الدولة التونسية توخات تمشي بأن أنها تكون تتوخى سياسة اقتصادية جديدة بالإعانة من صندوق النقد الدولي. حسب رأيي الشخصي السياسة هذه مغلوطة، لأنه كل اقتراحات صندوق النقد الدولي وكل الإصلاحات اللي هو يطالب أنه تونس تعملها لا تتماشى والواقع الاقتصادي التونسي. اليوم كل دولة في العالم عندها خصائصها، كل دولة في العالم عندها إيجابياتها وسلبياتها. اليوم ما تنجمش تطبق نفس السياسة مثلا على اليونان أو أثيوبيا أو كل دولة وعندها سياستها. اليوم كان من الأجدر وأنه نقوم بالإصلاحات اللي احنا نراها لازمة واللي احنا تتماشى مع واقعنا الاقتصادي دون أن نكون تحت الضغط الرهيب. نقول ضغط رهيب لصندوق النقد الدولي اليوم، لأننا مطالبين أن نعمل الإصلاحات هذه، وإلا صرف القسط التالي من صندوق النقد الدولي لا يتم. إذن أنا فما ضرر كبير على المواطن التونسي، على الاقتصاد التونسي. اليوم نشوفه من نهار على نهار تحرير الدينار. تحرير الدينار عنده أثار سلبية، لأنه اليوم المؤسسات التونسية ليست لها القدرة على المنافسة، لم تقم بالتحضيرات اللازمة إنها تنافس. لكن يقول لك اليوم احنا مشينا للصندوق النقد الدولي، واحنا مشينا تحت رحمة صندوق النقد الدولي، وصندوق النقد الدولي نعرفوا شروطه وشروطه هي إصلاحات، والإصلاحات يبدو أنها متماهية ومتماشية مع فما إصلاحات كبرى للحكومة التونسية. الإصلاحات الكبرى للحكومة التونسية حسب رأيي الشخصي غير واضحة اليوم. واضحين إصلاحات، يقول لك اليوم شنو ما الشوانت الكبيرة، عندك الصناديق الاجتماعية، عندك المؤسسات العمومية وإصلاحة، وفما شنو باش نخوصوها وكذا، فما مشكلة العملة الصعبة والكلفة متاع الموظفين في الإدارات العمومية، واضحين معناتها الإصلاحات الكبرى، لكن هنا ما زلنا وصلناش معناتها لتطبيقها. ولكن احنا الإشكالية احنا نحكيوا الإصلاحات ونعرفوها، ولكن ليست لنا حلول جذرية للنجاح في هذه الإصلاحات. لأنه اليوم انت تقول لي عندي مشكل متاع في المؤسسات العمومية، تقول لي عندي المستوى الأرقام الاقتصادية ليس في المستوى، تقول لي اني عندي اليوم مشاكل زادة مع الموظفين في الوظيفة العمومية، دونك ارتفاع نسبة كتلة الأجور. دونك هذا نفهموه ونعرفوه، ولكن ما هي الإصلاحات التي سنطبقها حالا وفي ظرف سنة وفي ظرف سنتين وفي ظرف 5 سنوات؟ ماذا سنفعل لتفادي هذه المشاكل؟ معنى تقول أنت انعدام رؤية، انعدام رؤية استراتيجية. اليوم أنت عندك مشاكل كبرى، هات نبدأ وإحنا نحلوا هالمشاكل بشوية بشوية. المشاكل هذه أنا اليوم عندي فئة من الشباب، أنا ديما نقول راهو في كل البلدان فما ديزانتيز، فما حاجات نجم تبني عليهم. أنت اليوم في تونس عندك فئة من الشباب نجم تستغلها، فئة الشباب اليوم الشباب معطل مهمش. أنت لو تنجح أنك فئة الشباب هذه تأطرها، تخرج منها حاجة، تنجم تساعدها أنها كما نقولوا السنفستي. هو عملوا جرائيته ما نجحتش، معناتها عقد الكرامة ومنحة أمل ودرشنو، لأنه ليست هذه الإصلاحات التي يجب أن نقوم بها. أول حاجة الشباب التونسي يجب أن نؤثره على الوطنية،
ثانيا يجب أن تكون في فكر الشاب التونسي ليس وأنه يبحث عن عمل أو يبحث عن عقد عمل في مؤسسة عمومية. يجب أن تكون التحرير المبادرة قصدك مالك. المبادرة في الاستثمار مهمة جدا، وذلك لخلق المنافسة، لخلق ما لازم هذا كله مع التشريعات، ولازم إرادة سياسية، ولازم لازم يسمعوا الشباب شي حب وكذا. وهك شفت الاحتجاجات اللي صايرة في البلاد، معناتها سببها هو معناتها يقول لك تجاهل هالشباب هذوما اللي عندهم مشاكل كبيرة، وشفنا موجة الانتحارات بطبيعة الحال لما لأنه غياب الدولة تام في هذه الأمور. لأنه اليوم الشباب في حاجة إلى تأثير. اليوم أنت الشاب لما تقول له راهو أنت مثلا تستشعر في أنه في الشباب هذه معينة تنجم تكون من المستثمرين الممتازين بعد سنتين أو ثلاث أو أربعة، دونك انت يلزمك تشجعها، يلزمك تأثر، يلزمك تخلق التشريع اللازمة. احنا المشكل في بلادنا التشريعات غائبة، وحتى لما نقوم بتشريعات لا تكون في المستوى المطلوب. اليوم كيف سنشجع الاستثمار؟ كيف سنشجع؟ هاو عملوا شباك وحيد للمستثمرين، وعملوا الستارت اب اكت، وبرشا تشريعات جديدة معناتها تقول انت ثورية. ثورية، ولكن هذه التشريعات إلى حد الآن لم يتم تطبيقها. علاش؟ لأنه أول حاجة في ظل البيروقراطية التي تتسم بها الإدارة التونسية. اليوم لما سنطبق التشريع ننتظر الأمر الحكومي، وبعد الأمر الحكومي حتى يصل الأمر الحكومي إلى الإدارة، ومن ثم نخمو كيفاش نطبقوا إلى غير ذلك. ثانيا حاجة مهمة في وأنه الشباب التونسي لم يعد مل الانتظار. دونك انت يلزم فما استراتيجية واضحة ونظرية معاش الشباب يحب يصبر ولا تصبروا، هذيك المشكلة. يصبر يعني ولا تعطي حاجة وقتية باركول هاي تون اشبع بها هذية ونرجع لكم بعد بالضبط. اليوم انا حشت اليوم برؤية واضحة للناس هذوما المعطلين عن العمل، اش نجم نعمل لهم؟ انت اليوم هذا المشكل يعطيك صحة. 8 سنين توا برشا اليوم، برشا 8 سنين. وهنا نقول حاجة أنا معناتها بالنسبة لوزارة التشغيل وأنه ما فماش استراتيجية واضحة خاصة بالنسبة لحاملي الشهادات العليا، لأنه راهو نسبة البطالة في تونس فيها نسبة مرتفعة منها من حاملي الشهادات العليا. اليوم نوعية العاتين على العمل هذم في بعض الأحيان ما عندهمش الخصائص اللازمة باش انه يحصل على عمل. هنا شوف هنا فهم مشكلة اخرى اللي هو عدم تلائم التكوين والتعليم العالي مع السوق واحتياجات السوق. زي كيف كيف وقت اللي انت تخرج لي معناتها في سيكسيون مش مطلوبة برشا في تونس الاف فيها ويقعدوا عاطلين العمل، هنا مشكلة متاع رؤية للتعليم العالي والتكوين المهني في تونس اللي لازم يتبدل. زاد كيف كيف باش نجموا نخلقوا خدم جديدة ومواطن شغل جديدة، وهذا زاد كيف كيف تابع الاستراتيجية والرؤية القدام. زاد كيف هذاك علاش احنا لما نتكلم ونتحدث على الرؤية الاستراتيجية للحكومة التونسية هي رؤية عامة تأم ولا كل القطاعات. خبيا نمشي ولا غوفو دو لا بريس ايكونوميك. La revue de la presse économique. في الحقيقة فما موضوع مهم جدا ليامات الناس كل تحكي عليه ويثير جدل، والأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية والناس كل تحكي على دائرة المحاسبات وتقريرها لفاموغ دونك رابور متاع التقرير دائرة المحاسبات حقائق صادمة بعد 26 مهمة رقابية ميدانية، تجاوزات، إخلالات، إهدار ألف المليارات من المال العام في عديد المؤسسات والقطاعات، فساد في الأدوية، التحاليل الطبية، عوين ستاج، تونيسير، برشا كلام حول تقرير دائرة المحاسبات. وانتي مراقب حسابات سيد نضال الغطاس وعضو مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية الكاتب العام للمكتب الجهوي، كيفاش ترى ساعة أولا تقرير هذا؟ هو تقرير في حقيقة الأمر بالنسبة لي لا أعتبره صادم، لأن مقتنع وأنه فما إخلالات عديدة لكنش مكشوفة للعيان بطبيعة الحال. بالنسبة تقدمي تقرير في أرقام في أرقام تصدم معتها
خلي العباد سولو شوك مان بطبيعة الحال، لأنه الإخلالات كبيرة ومهمة، والمشكل أنها معناتها تنم وعند فساد مالي، لأنه فما بعض المؤسسات ولينا نعرفوا أنه فيها فساد مالي كبير. وهنا نتسألوا دائما على دور الدولة التونسية هنا، نراو أنه ساعات معناتها نسمع في بعض الإدارات العمومية فما مشكل فلاني، فما فساد مالي، فما إشكالية نوعا ما لهنا، ولم ننتظر ولم نرى أي ردة فعل من الحكومة التونسية. لهنا تقرير دائرة المحاسبات أول حاجة يجب أن نقول واللي هو يخص سنة 2016، مش 2018 يعطيك 17. الصحة، لأنه التقرير الأخير هذا يخص سنة 2016، أي هناك تأخير بسنتين في من ناحية من ناحية العمل. 26 مهمة رقابية ميدانية، أول حاجة 26 مهمة رقابية، معناتها ليست كل الإدارات العمومية، هو إشانتيون صغير من مجمل الإدارات العمومية. فما نقطتين، النقطة الأولى وأنه فما نحكي على الموين دبور بالنسبة لهيئة دائرة المحاسبات، لأنه لو كان عندها الإمكانيات اللازمة كانت نجم تغطي الإدارة الكل. ثاني حاجة والنقطة الثانية والمهمة كذلك، وأنه نحكي على النقاط هذه متاع اللي جات في التقرير هذا، هي نقاط صحيح مهمة، ولكن حسب رأيي الشخصي كانت نجم تكون أهم إذا كان احنا لو كان التقرير هذا كان يخص مثلا سنة 2017، لأنه مثلا تقرير سنة 2017 كنا نبني عليه باش نصلحه في سنة 2018. دونك هذا هنا الفرق. ما تسمحني، إذا كان معناتها 2016 هكا، مال 2017 و 18 كيفاش؟ صحيح، في ظل استشراء الفساد وال معناتها وسوء التصرف وكذا، معناتها هذا اللي يخوف التوانسة اليوم. اليوم نتسائلوا احنا توا، اكيد انه الحكومه او رئيس الحكومه اطلع على التقرير هذا، انا نتسائل هل سيكون هناك ردة فعل، هل سيقع العمل بما جاء في هذا التقرير، هل سيتم تحسين الأمور، هل سيتم اتخاذ الإصلاحات اللازمة؟ لأنه إذا كان احنا اليوم دائرة محاسبات تقوم بهذا العمل وفي الأخير لا يتم اتخاذ الإصلاحات، فكان ما عملنا حتى شيء. وين نسأل على توقيت الخروج التقرير، هل هو توقيت بريء في آخر 2018 وعلى مشاكل اقتصادية؟ يعني أنه التقرير زاد التين بلة، ما أنت في هو زاد التين بلة. أنا لما حالة نكون إنسان ما أنت نبعد شوية على الشكوك ما عندي ما نطرح الأسئلة، إحنا مهمتنا نطرح الأسئلة، علاش إجابات ما نطرح الأسئلة. ما هو يمكن التقرير صحيح حدث البلبلة في صفوف في وضع اجتماع اقتصادي متكهرب، نقوله صحيح، وينجم يأجج الوضع، وينجم يكون سبب في تطورات أخرى، خاصة وأنه الوضع الاجتماعي في البلاد ما هوش ولا بد، هذا حقيقة. والاحتجاجات كثرت، لأنه نستنى اليوم نشوفه وأنه مثلا الكور دو شونج بتاع اليورو ولا الدولار، طلعوا اليوم اليورو في 3400، اليوم الدولار تقريبا 3000. احنا اليوم الكلفة متاع الشراءات ارتفعت، دونك وما زلنا ننتظر ارتفاع، دونك الثورة الاجتماعية هذه باش تكون تنجم تكون موجودة في سنة 2019. شنو الثورة الاجتماعية؟ فهمت؟ معناتها احتجاجات اجتماعية كبيرة تستبق انه فما باش يكون كثير كل انتفاضة، معناتها لانه سياسة تعويم الدينار غير ناجحة. فما جلب انتباه تصريح لقاضية في دائرة المحاسبات، سألها كرونيكور في التلفزة، قالها عندك شي رقم يجمع الاهدار متاع المال هذي؟ قالت له ما عنديش، على خاطر احنا هبطنا كان في 26 مهمة رقابية ميداني، يعني وبرشا فلوس. نتسائل هنا إلى أي مدى الفساد وإهدار المال العام ممكن يكون سبب من أسباب الرئيسية للعجز في الميزانية متاعنا وقانون المالية. خاطر نحكيه مالا كان هكاية صحيح الكلام هذا تاع دائرة المحاسبات، قاعدين نحكيه في معطيات مغلوطة،
ونحملوا في ناس أخرى الأسباب، العجز الاقتصادي، وعنا مشكلة متاع المؤسسات العمومية، وعنا مشكلة متاع الكلفة متاع الأجور، هاو فما فساد برشا فلوس فيه، هاو كلفة الفساد كبيرة. نجم نصنفوه ما بين الأسباب المهمة للعجز، من بين الأسباب وكذلك ما بين الأسباب المتستري عنها، لأنه اليوم قضية الفساد المالي في الدولة التونسية الناس كل ولا تعرفها ولكن متستر عليها، حتى حد ما جرأ وتكلم قال بالحق راهو فعلنا فساد مالي، حتى حد ما حاول أنه اليوم يقدم لنا أرقام شفافة، أرقام صحيحة عن قيمة الفساد المالي. اليوم دائرة المحاسبات خدمت على 26 دائرة أو 26 إدارة وخرجت لنا نقاط معينة، فما بالك كان خدمت على مجمل الإدارات العمومية. اليوم الدولة التونسية تضخ في برشا فلوس في المؤسسات العمومية، ولكن ضخان الفلوس هذاك على حساب شكون؟ ليه وضخ برشا فلوس المشاريع التنموية في الجهات التنموية. ولفت انتباهي كلام رئيس الحكومة في آخر حوار ليه على قناة التاسعة، قال عملنا وعملنا وضخينا فلوس وعطينا فلوس. يا أخي معناتها هل ضخان الفلوس الانجكسيون بتاع الفلوس وحدها كافي؟ هل فما مراقبة للفلوس وين ماشية؟ هل تم مراقبة شو عملوا بهم الفلوس؟ فما أوديت صايرة ولا مشكلة الأوديت هذية؟ عنا أوديت ولا في الإدارات العمومية متاعنا مشكلة زادة كيف كيف؟ بيه. سؤال مطروح. هو الإشكالية قبل ما نحكيه على الأوديت، قبل ما نحكيه على كل شيء، الإشكالية بس الفساد المالي ما نجموش نحيوه 100%، ولكن على الأقل فساد موجود في العالم الكل، موجود ما بدرجات معينة. أولا يلزمنا نتكلم أنه في كل إدارة عمومية أو في كل مؤسسة حكومية هناك نظام معين، هناك بما يقال عنه سيستم دو كونترول انترن، ان سيستم دانفورماسيون، يكون معناتها تكون كل الاطراف الكل متقيده به، تكون فما الناس كل نعرفوا من يفعل ماذا، يكون كل واحد فيه يعرف مهمته شنو، كل واحد اي حتى اي معناتها ريسك ولا اي اشكاليه متاع سرقه او متاع فساد مالي تكون مينيميزي لو ماكسيموم بوسيبل. دونك لهنا لو كان السيستم دو كونترول انتن ولا ان سيستم دانفورماسيون فيابل يكونوا موجودين في كل المؤسسات الحكوميه على الاقل قبل كل شيء. هل ما مدى نجاعه الاليات هذه اليوم؟ ما فهمتش. نشوفوا تقريم نوع هذا تقرير الحسابات، نسالوا مدى نجاعه الاليات نتاع المراقبه؟ الاليات نتاع المراقبه في بلادنا ضعيفه جدا، ما نجموش نحكيه على آلية مراقبة. اليوم إذا كان نحبوا نحكيه على آلية المراقبة ما نوصلوش الأرقام هذه، ما نوصلوش الملاحظات اللي خرجها التقرير متاع دائرة المحاسبات. اليوم إذا كان نحبوا نحكيه على آلية مراقبة يلزمنا فعليا نحطوها. هو موجود يقول لك عنا هيئة وطنية مكافحة الفساد، عنا قانون يحمي المبلغي، عنا القطب المالي القضائي، عنا دائرة المحاسبات، عنا المحكمة الإدارية، هذوما كل مش كافين. غير كافين. علاش؟ لأنه كان احنا نتخذوا المؤسسة الحكومية مثلا، أي مؤسسة حكومية مثلا نقولوا مثلا مكتب التشغيل، مكتب التشغيل هو مؤسسة عمومية باش انت تنجم تشغله، فعنده ميزانية، الميزانية من يتصرف فيها، كيفية التصرف في الميزانية، من يقوم بصرف الميزانية، من يقوم بإعطاء الدعم، من يقوم بال ريكروتمون نيسيسير، من هذا الكل يجب أن يكون محدد في كتيب صغير، يجب أن يكون محدد حسب المنظومة معينة. المنظومة هذه تقول راهو مثلا رئيس المكتب عنده الصلاحيات الفلانية، راهو عضو المكتب عنده الصلاحيات الفلانية. أنا إخوي كمواطن تونسي أنا نحب نكون عنا شفافية، أنا نحب نعرف فلوس هذيك من اللي خرجت من وزارة المالية وبش تمشي للسيب المتاحة شنو صار فيها وشنو النتائج وين وصلنا؟ لأنه إخوي مال عمومي، هذا يا أخي مال عمومي ماهوش مال خاص للسيد، السيد اللي خذ الفلوس ما خذاش اموال خاصه، خذا اموال عموميه، يعني من حق انه التونسي يعرف منين جات وين مشات وش تعمل فيه.
هو إحقاق الحق بعد الثورة اللي صارت في 2011. دونك معناتها السياسة الكل تبدلت، ولا من حق التونسي وأنه يعرف، لأنه ولا تسمى ديمقراطية، ولا ينجم يتعرف على المعلومات، ولا عنده الحق في أنه يتعاطى المعلومات الكل. دونك لهنا التونسي من حقه بالشيخ وكل المعلومات. ولكن اللي فهمته أنه رئيس الحكومة بالنسبة ليه الهدف الأساسي متاعه ضخ أكاو من غير مراقبة، من غير لا مراقبة لتدقيق لحد شيء. ولكن هنا آلية المراقبة والتدقيق لازمة. وي الإقرار بعدم دستورية الفصل 36 من قانون المالية 2019 المتعلق برفع السر المهني عن المهن الحرة شكلا وأصلا لعدم دستورية الفصل هذية مع الفصلين 24 و 49 من الدستور. مبروك عليكم. مبروك عليكم. القرار بعدم دستورية الفصل، هل كان منتظر عدم الإقرار بعدم دستورية الفصل؟ حقا الحق كنا ننتظره في القرار هذا. انتم فونكسيون اللي بيغا حاسبين اللي كونتابل. احنا اول حاجة يزمنا نشكر اتحاد المهن الحر، لأنه اتحاد المهن الحرة اليوم يلم المحامين، يلم المحاسبين، الخبراء المحاسبين، الأطباء وكل المهن الحرة. اليوم كل المهن الحرة وخاصة المحامين عملوا مجهودات لازمة، الكل قاموا بالاحتجاجات، الكل خذوا القرارات، هيئة المحامين ندت وخذت القرارات اللازمة، هيئة الخبراء المحاسبين، هيئة المحاسبين أيضا، كلهم كل الهيئات هذم وخاصة الثلاثة هيئات هذم المحامين والخبراء المحاسبين والمحاسبين قاموا باتخاذ قرارات وقاموا باحتجاجات هامة، وذلك للضغط على الحكومة. والمعركة انتصرت فيها المهن الحرة معناتها بخصوص رفع السر المهني. أما يقول لك رفع السر المهني هو يندرج، هو ذي رأي الحكومة، يندرج في إطار الشفافية، وانه معناتها لازم نعرفوا لي ترانزاكسيون كيفاش يصيروا، وفما حد متخبي على أجهزة الدوله. ما هذا هو ما اول حاجه الاداره التونسيه عندها الاليات نتاعها، باش تعرف كل كبيره ولا صغيره على كل معاملات نتاع كل حريف. هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه، احنا انت اليوم اذا كان انت تحب على الشفافيه ما تكون شكيك، تقول انت خاطر في كل دوله السر المهني موجود. من احنا السر المهني في تونس بالنسبه لكل مهنه حره نقولوا احنا نسميوه لو كود دو ديفوار بروفيسيونيل. كل مهنه عندها الكود نتاعها اللي ينظم المهنه وحكايه السر المهني من اخلاقيات المهنه. وفما يمين على عدم الكشف. احنا اليوم المحامي او المحاسب او الخبير المحاسب يقوم امام محكمه الاستئناف باداء القسم. ما معنى ذلك؟ يعني يقسم انه ما لا يفشي السر المهني. هنا اذا كان انت تحب اني نفشي السر المهني للاداره الجبائيه فهذا غير معقول، لانه الاداره الجبائيه عندها الاليات نتاعها باش هي تقوم بالاجراءات اللازمه وتعرف على كل المعاملات للحريف. هذه الحاجة الثانية والحاجة والنقطة المهمة، وأنه زادة احنا إذا كان نحب ونصلحه ونحبه على الشفافية، أول حاجة يجب إعطاء الأهمية اللازمة للمحاسب والخبير المحاسب. هذه نقطة مهمة. علاش؟ لأنه اليوم قطاعكم فيه مشاكل تقريبا. لأنه اليوم الحريف لما يعرف وأنه التصريح بالدخل سواء الشهري أو السنوي يجب أن يكون بالاستعانة بمحاسب أو خبير محاسب ولا غير. أنت اليوم هذه لما تفرض الإدارة الجبائية ففي حد ذاته نوع من الشفافية، لأنه أني كمحاسب أو خبير محاسب من ما تنتظرش مني أني باش نقوم بعمليات مخالفة للقانون. مانيش نجي اليوم ننصح الحريف متاعي باش نقول له لا انت اليوم انت عملت رقم معاملات 100,000 دينار هات نصرحه ب 50,000 دينار. لك سمحني باش نفسروا هالتهرب الجبائي الكبير. التهرب في رقم كبير معناته. رقم وهذا طبيعي. اي شنو يفسروا معناته؟ الضغط المحاسبين كلهم ملايكه معناته. الضغط الجبائي الرهيب. كلهم مش قاعدين يتهربوا. ما زاد كيف نسبوا شويه الامور. صحيح.
ولكن في ظل الضغط الجبائي الرهيب اليوم تلقى انت اليوم عندنا لا ريتينو لا سورس عندنا التي في عندنا الاداء على الضريبه على الدخل سواء الشخص الطبيعي او المعنى اليوم عديد الاداءات والتي تثقل كاهل المؤسسه سواء معنويه او طبيعيه شخص طبيعي او مؤسسه معنويه اليوم دوله يجب مراجعه هذه المنظومه الجبائيه علاش لانه إذا كان أنت تحب يكون عندك دخل جبائي نجم ما نقولوش قار ولكن على الأقل متقارب بين سنة إلى أخرى ماي. أول حاجة يجب الحط من هذا الضغط الجبائي علاش؟ لأنه الحط من الضغط الجبائي بشي يساعدك وأنه حتى اللي هما حاليا متهربين وما يحبوش يقومون بتكوين شركات او بدفع الاداءات اللازمه سيكونون تحت المنظومه لانه ليس هناك ضغط جبائي لانه قيمه الاداءات متوسطه او ضعيفه. معناتها تقول قايل معناتها يتفاوض معهم نو على نسبه نتاع بنسبه اي لكن هنا راه مش كان متهربين جبائيين عندك هنا الناس اللي تخدم في النوار بتبعد الحال في الكونترا اللي مش داخلين المنظومه الرسميه هنا انت كدوله تونس ما بقى 0 مليم جبايه بتبعد الحال مش تهرب بتبعد الحال لانه هنا كما قلت لك احنا الدوله التونسيه ايش عملت عندها مجموعه من معناتها من الشركات ومجموعه من الاشخاص الطبيعيين اللي هم يخلصوا كل عام الاداءات نتاعهم وقاعده كل عام تزيد عليهم الاداءات واذا كان لازم مراجعه جبائيه الى غير ذلك ونسيت هالجماعه هذا الجماعه هذا ما كاينش نعملوهم شنو هي الاستراتيجيه انت هل استوعبناهم هل لا هل اشتغلوا فيهم الفلوس اللي قاعده تخرج معناتها خارج المنظومه انا مثلا عندي اقتراح اليوم النجم والناس هذم يقولوا لهم عايز اليوم انت ايجا انضوي تحت المنظومه الجبائيه اعمل معناتها اون باتونت ويجا بحذاء وولي معناتها قوم بالنشاط نتاعك معناتها ليغال وكون معناتها بالحسب المنظومه نتاعنا ونعطيك مثلا 3 سنوات او 4 سنوات هذه كلام مزيان لكن هنا راهو ذي عقبه على المهربين الكبار لا ما يساعدهمش بطبيعه الحال هم مهربين والمهربين الكبار عندهم علاقات بطبيعه الحال بكل الاجهزه ولكن فما ولكن لهنا انت اذا كان ما تصلحش المنظومه نتاعك وتعرف تحط يدك على موقع الخلل وين بالضبط ماكش باش تنجم تقدم اليوم المتهربين الجبائيين سواء كبار ولا صغار يلزمهم ينضوي تحت المنظومه لازم جرأة في اتخاذ القرارات ما هذا زادك في كيف بالضبط. عندك معناتها ياسر عقبات لازمنا نخرجوا منها ومش سهله العقبات راهو الموجوده مع العقبات كبيره راهو نحبش نفجع التوانسه راهو قاعدين نشهدوا في دوله موازيه جبائية ومالية وعنا بنك سنترال على الحدود ومكاتب صرف غير قانونية وهذا احنا عملناه وقتاش باش نلو يوقف التيار هذايا هذا احنا عملناه نمشيو الشيفخ كابيتال توت سويت الشيفخ كابيتال شيف كابيتال مرود كونسولتينج بالتعاون مع مؤسسة دار الصباح تعطي مؤشرات اقتصادية وسياسية واجتماعية احنا اللي يهمنا المؤشرات الاقتصادية عندي رقم مهم 77.2% من المستجوبين يروا إلى الأوضاع الاقتصادية بصدد التدهور و 15.7% قالوا أن الأوضاع الاقتصادية قاعدة تتحسن اليوم مهم في قطاع التونسي بطبيعة الحال احنا ديما نرجعوا وأنه المستثمر التونسي دائما في حاجة إلى تشريعات جديدة لمساعدته على أنه يحقق أرقام اقتصادية مهمة والأرقام هذه اللي باش يحققها هو في حقيقة الأمر ستكون ترجع بالفائدة على الاقتصاد التونسي اليوم في ظل الضغط الجبائي الرهيب في ظل غياب النظرة الاستشرافية لسلطة الإشراف في ظل هنا وليت فما نظرة تشاؤمية للمستثمر التونسي اليوم تقول لي أنت شبيه المستثمر كي ولكن
لانه معناتها نجم نقولوا ما عادش في معناتها يشوف في حاجه ايجابيه في ظل وانه الكور نتاع اليورو نتاع الدولار عمل يطلعوا، فما فارياسيون كبيره زاده في ثمن برميل النفط. اليوم التونسي يستنى في اي وقت ارتفاع الاسعار. اليوم فما ضغط صندوق النقد الدولي، واللي الناس كل ولات على علم وانه الضغط هذا مش يولد في كل مرة ارتفاع مع اليورو والدولار هنا ونسبة التضخم وكذا بطبيعة الحال. واضح. يعطيك صحة نضال غطاس، مراقب حسابات، عضو مجمع حاسبين بالبلاد التونسية والكاتب العام للمكتب الجهوي بي سوسة. شكرا لك على قبول الدعوة. شكرا شكرا. وبربي قبل ما نختم اللقاء هذا حبيت نذكر وانه غدا عندنا ملتقى تكويني حول قانون الماليه 2019 والتي ستقوم بتنشيط السيده حبيبه الواتي مديره دراسات تشريعيه سابقه بوزاره الماليه، وعلى الساعه 9 صباحا وين بنزل تاج مرحبا. واضح. شكرا لك، يعطيك صحه. شكرا نضال غطاس، كما قلنا مراقب حسابات.